يمكن من يوم الخميس اللي فات ومن بعد خطاب استاد القاهرة اللي احنا بنقول عليه ان هو خطاب تاريخي، بدأت ردود أفعال أو تفاعلات دولية واضحة تجاه ملف سد النهضة وملف مياه النيل والوضع في منطقة القرن الإفريقي. سمعنا مواقف من الصين، سمعنا مواقف من الولايات المتحدة، حتى ظهرت تقارير إعلامية تخص بريطانيا إن بوثائق إن بريطانيا رفضت المؤامرة على مصر من 60 سنة فيما يخص ملف مياه النيل. طيب هل ده بس التفاعلات اللي حصلت؟ لا، لقينا كمان دول وأطراف إقليمية بيرفعوا ايديهم الاتنين ويقولوا احنا مش مع الكلام اللي بيروج في مصر ان احنا داخلين في مؤامرة ضد مصر. ايه كمان؟ وصلنا للنهاردة، والنهاردة هو تغير، تطور، تبدل في الخطاب الاثيوبي. يعني اللي كان يشوف الخطاب الاثيوبي سواء في مجلس الامن سواء حتى من 24 ساعه فاتوا في الداخل الاثيوبي ويشوف الرسائل اللي ظهرت النهارده سواء في بيان الخارجيه الاثيوبيه او في التدوينات اللي كتبها رئيس الوزراء الاثيوبي، يقدر يفهم ان هناك امر ما. يمكن على مدار عام كامل، السنه اللي فاتت دي كلها، مجله فورين بوليسي كانت نشرت اكتر من تقرير عن الداخل الاثيوبي ووضعه الصعب. في التقارير دي اللي بعض من هذه التقارير كتبها اثيوبيين بالمناسبه، حذرت من تعبئه الجماهير في اثيوبيا، التعبئه اللي بيقوم بيها نظام ابي احمد، لانها تعبئه بلا سند او عمد. اللي انا بقوله، بقول ان تطور الخطاب الاثيوبي النهارده لاننا امام نظام بين مطرقه الضغط الدولي بعد خطاب استاد القاهرة وسندان انهيار داخلي. كلمات اثيوبيا النهاردة سواء زي ما قلنا في بيان الخارجية او تدوينات ابي احمد، هم بيقولوا نسعى لاتفاق مربح للجميع، بس احنا بنقول نسعى لاتفاق قانوني ملزم. زمن المناورة بالكلمات انتهى. احنا النهاردة امام حقائق العالم كله يدركها. ممكن حد يقول لي العالم كله يدركها ازاي؟ انت مش شفت جلسة مجلس الامن؟ هقول لحضرتك، واحنا كنا اتكلمنا على موضوع جلسة مجلس الامن ده في يومها، مجلس الامن انت بتوصل صوتك وبتوصل وبتضع القضية على اجندة اهتمام دولي، لكن نفس الدول اللي انت ما عجبكش كلامهم في مجلس الامن، شوف تطور موقفهم بعد خطاب استاد القاهرة. علشان كده هرجع واقولك ان الخطاب ده كان خطاب للتاريخ، وكان فعلا خطاب يليق بتدشين جمهورية جديدة في مصر. ابي احمد هو في التدوينة اللي كاتبها على حسابات رسمية على السوشيال ميديا بالمناسبة، استخدم هاشتاج النيل للجميع. قبل 72 ساعة كانوا بيقولوا النيل ده بحيرة اثيوبية. النيل للجميع، حسنا ليتم ترجمة هذا التغيير او التغير الدراماتيكي الى فعل. هم بيقولوا لا نسعى لاحداث ضرر، حسنا ايضا ده تعهد جديد يضاف الى تعهدات سابقة من ضمنها الاتفاق الثلاثي. حان وقت سق هذا التعهد في اتفاق قانوني ملزم.